نين تاجرة هيا مسكيت قصو قالوا دعاء سنة يي نين أي قرابة يهينو بحنا هيا مركا أقل كيسيبو قوة يي حفيز كيسينا مركو تغن ولا قعليا وحولي مسكيت كيبو كتو كدا يو مسكيت كالكا كويا لو كتو كدا بان ليلي بساد كيبو نحفرست مركا دنكي تاجر كي محسنين اسكا جرو إلهي كحرن موقتا وإلهي علاقة الله شكا الله بري مركز كينا الباب كي توكا بحي مدبدو كسوغيا لأنه عقصو قليو أركاي مركزو وريغايو مركزو أركا نكو دعاي سنايا هذا نوير وري وريغايو نكو ولي دعاي سنايا وصلاة سنة انتو توكا دسكا الله بري آيا مركو كسو بحي بو كويري باهي دادو كو هنسي الله بري محاي تحي بو كويري أنك يا عيد بيورينا بلا هركوب بريوتنا هذا هو هاي ستاي ما حد عمل له تكتاج ما نك أنك قلوا ما نسميه صوب عمي يا الله الله يا مسلم تاجر قيلا هاي بو باهن يا هاي نسكي قنا إلى هاي بو باهن يا هاي ما دحد إلى هاي بو باهن يهين دان يرد إلى هاي بو باهن يهين شعوب إلى هاي بو باهن تهاي إلى هاي بن آدم كل لمحة عين كمان مرمي كرام إلهي وانو باهنا لذلك مساجدك دين تأت كل حي ستين أي الله دوني أين دي بدو لبح أود قرطا سيدا المساجد كان أدوغك عبسان يسي إلهي يدوغو بنحمر يسي إد بن آدنك حق سنة أدسكك إلالي ليسي إد شيكة أدوية أدسكك إلالي ليسي إيه حدا الأرك تلميت تلفون كي مساجد كان إحنا كوها الله يأدو لا يدحي ورمشوا مسكيدة دي بدو لبح أدو لا يدحي أي الله دوني يا بنانك مرك أدو بحضنا إن النفط هذا صدى أمر رقابي سؤال تلادد إلهي بي أركاي إلهي بي مغلاي يا أركاي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير خلقي سملك استيجوغان كأجد أركاي وإلهي أبي إلهي كما قرصد يعلم سر وأخفى وحلبت هذا كجرة وأبيه ولالك يا ذيك السرتين دحمرتي إلى هي وأبيه صفوان بن أمية يا عمر بن وهب نك الأورنجري أيك عمر كان لبدود ومشركين هم كأي جوعان وزمك النبي عليه الصلاة والسلام وقعد دي دقال كي بدر بالله صور نقضي تدبات قالا دانا واللقل لأيي تدبات قالا أنا النبي قواقف أوحر أوقات لابدنا وقرابو عمير بن وهب إنك يسيوح كجرة تدبات قال لحري مدينة اللو قاتب كجرة حل وقت الظهير أي تهي ومقالا دم بكوا مقالا كل ذاتكو أي كلا سيحدين أي اللبدو ديبا ميل وضفرستان بقى حق تيدي وضفرستان markaasay ka soo soo qaateen waqcada dagaalkii badar dhibti loo geystay iyo jabkii ku dhacay marka umar bin wahab baa yiri hadaan maanta anigu aan heli lahaa dhibta maxamed uu noo geystay iyo guusha maxamed maanta uu naga helay tuu aan waadkeysan karno ma ahine sumcadii quraashayd buu dilay hadaan heli lahaa maanta deyn laygu leeyahay cid loo raaco ubadkayga inay iga dayacmaan aan ka baqayna cid iga kafaala qaad hadaan heli lahaa magaalada madiina intoon tago xeelada ku tagana anu maanta waan haystaayo ininkaygii baa iga xiran oo itu saban oran lahaayey maxamed aniga soo kharijin lahaa buudi safwan bin umay ayaa ka faa'iideysto yiri ma sameyn kartaa haa waan sameyn karaa ciyaalkaagana aniga ii keen oo ciyaalkayga ka mid noqonayaan deynkan lagu guleeyay aniga halay soo raaca buu ka yiri waa labadoodu kaliya makkah iyo madiina masafada u dhaxaysana waa taqaanaa لا أفر بغلو كيلومتر وصوى سعودي آلات كان زمن كان إمكا سكو تورتور إنه فيسبوك يا واتساب يا بلاي جن مجري زمن كاس وصوى سعودي مدين وصوى قال عمر بن واحد سوى سيفتي سجيني قارن مرع لي أمرك عمر بن خطاب با يري وعمر بن واحد باها شيطان من شياطين قريش وياني سيفتي نواكا جيني قارن قرط كسيتي أردو نبيك إلى علي يقول نبيك أنه أكجوك نبيك كإلى علي عليه صلى الله عليه وسلم شرق أمه سعودة خير أمه سعودة
markaas ayaa rasuulka loo sheego lagu dhin nabi allah umar bin wahab soo galay magaalada soo samayn umar ha markaa nabi wuu soo galiya ha loo soo galiya xaaladti midib uu ka yidhi waxaanu imiday inankaygi oo asir oo gacantina ku jiro inaga agtiina aad ku haysataan inaad ihsaan la yeesamaysan waan doonayay ilaa tusana waan doonayay buu oo ka wada hadalno marka abu nabi guuday seeftana qorta ku seeta maxay tahay hadaa wuxuu qabaha allahu buu ilaahay haba dulleeyay seeftana ma waxbay noo tartay buu dagaalkii badan iyadoo tan wadano saudiga toddobaatana naga laayay toddobaatana naga soo qafashay naga soo xiray ma marka abu nabi guuday fariisa buu yiri arrinka ma harrikaadu socoto arrinkaadu socoto aniga kaaga warramay oo fariista adigii safwaan bin umayya saacadu markay halka xilliga ahayd meel heblaayaad fariisateen maka markaasaad soo qaadateen dagaalkii badar dhibtii laynii geystay markaasaad tidhi haddaan heli lahaa deynkayga cid maanta loo raaco ubadkaygana aan u dhiibo iga ka fiil noqoto haddaan heli lahaa madiine intuun tagaan maxamed aan kaga soo takhallusi lahaa fursaddii buu ka faa'iidaysto isaguna deynkiina uu kaa qaaday ubadkaagiina uu ku dayactiray ee arrinkaadu socotay kaabuu ahaaye kanaad hadda horteeda ku sheeganaysa maaha anigana ima dili kartida ilaahay baa ilaaliyay buu rasuulku ku yidhi ayaa nebiga uga warramay allah baa uga warramay markaasuu ninkii yaabay markaasuu wallaahi yaa muxammed wallaahi baan ku dhaartee ilaaha xaggiisa aada noogu yeedhaysad waan beeninaynay warka ilaahay uu jibriil kugu soo dhiibayna waan beeninaynay waana sidaa hadda adigu hadalka aada u dhigtay weeyaane warkay horeen sheegay waa waxba kama jiraan warkaa dambe adigu aad tidhi baana saxa cid warkaa iga kaa soo horayso kuu sheegtayna ma jirto labadeeda cidna saddexaynaysa ma jirto ila allah ilaahay mooyaan ilaahay baan kugu dhaariyay buu aniguna waan ku rumayn adigane ilaahayna waa rumayne tawxiidka iqir buu ku yidhi halkii buu ku qiray ilaahay marka waxaa duyada ka dhacaya ka og waa ilaahay waxa laabtaada ku jira kaka warqaba waa ilaahay ishaada nin wax aragto ilaahay amarkiisa u baahan tahay dhagtaadu inay wax maqasho ilaahay amarkiisa u baahan tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu adiga wax ku tuso kaindha u baahan maa ilaahay isagaa ka taliya kuwa tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna canhu maaluhu wa ma kasab sayaslaa naaran daata lahab وامرأته حمالة حطب امرأة أبي لهب أيها النبي أن أوتي عليه الصلاة والسلام يضع بقع سدات أبي بكر بيوتي مدي وهل كان فردية رسول قنا واقف فردية صلى الله عليه وسلم أبو بكر يا رسول قنا نعسكو هيا مركز إلا ذهي abu bakar aawe saaxiibka maanuu ileeyahay naar baad ku dambayni doontaa oo gabaygiisii igu soo daray gabay bay qur-aanka u haysataa moogta abu bakar rasuulku eega haddaan maanta muxamed anugu aan arki lahaa bay tidhi dhagaxa isagaan ustaago madax xambasho ka siin lahaa bay tidhi markay iska noqotay buu abu bakar nebigu saa u eego yaa rasuul allah mayna ku arkayn may aniga araggaygu arki lahayd baa ilaahay ka qaaday buu yidhi inagoo hebel muxuu wax ku arkaa ishu wax ku arkaa baan leenahay may amarka ilaahay wax ku arkaa dhegtu wax ku maqlaa may dhegtu amarka ilaahay bay u baahan tahay inay maqasho lugtaadu inay socoto ilaahay amarkiisa u baahan tahay khaaliq waa ilaahay marka ilaahay macrifadiisu waa waajib qof kastoo muslima laga rabaa ilaahay inuu dhab u garto tasarufaadka caalamka ilaahay baa iska leeyahay marka shayga ugu horeeya bini aadamka lagu waajibiy waa ilaahay macrifadiisa diintuna nasiixadeedu halkaasay ka bilaabantaa lillaah lillaah kun cabdan lillaah ilaahay addoonkiisii oo dhaba noqo khulaasatu alquraan markay culimmadu ka warrameen khulaasatu aladyaan
وحلي وحي الدين سما ذاك الصوت دكتور أردن خلاصة دي وحلا قد القرآن الكريم كا القرآن الكريم كيف الله سو خلاصة يي سورة الفاتحة خلاصة دي القرآن كلا قد جاي سورة الفاتحة يلا خلاصة يي لبدا عذاب علماء الصفوف كنان إياك نعبد وإياك نستعين خلاص قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إلهي جل وعلا واك القرآن كلها صلاة وانو قيبي أنا جي أدون كاياك الله قيب سني والصلاة وسورة الفاتحة مقعيد ويان سورة الفاتحة هذا صلاة بالليلة هذا فاتحة الليلة هذا أم القرآن بالليلة سبع المثاني بالليلة هذا سورة داس وسورة النبي قولي والذي نفس محمد بيده ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها إله محمد أبو ريما كدارته سورة داس سورة لمدة إنجيل لكم يسود دقين فرقان لكم التوراة لكم يسود دقين القرآن كريم كان سورة لمدة كم جرت برسولك يري علامة ابن قيم الجوزي رحمه الله وحي يري القرآن كردم بمركان أجنبي وحاو شرح يا وسورة فاتحة سورة فاتحة وحي يدنا قصة أرتي إياك نعبد وإياك نستعين ومركو أبونك أوليه بسم الله الرحمن الرحيم مركا تلادد الحمد لله رب العالمين مركو أبونك يلادو إلهي بال حمدني عبدي أبونك يجيب يقوم مهدي الرحمن الرحيم مركا تلادنا أثنى علي عبدي إلهي بال أبونك يجيب أماني مالك يوم الدين مركا تلادنا مجدني عبدي أبونك يجيب يويني إياك نعبد وإياك نستعين مركا تلادنا إلهي بال هذا بيني وبين عبدي تاسياني أبونك نقدر حيسا الحمد لله رب العالمين مركاتري حمدني عبدي إلهي بالأضون كباي بحمدي الرحمن الرحيم مركاتر أدنى الرحمن وعليه الرحمة ديسو أدون كينت اللجوكتي خلق قردنا أي وذا قاعده ويان الرحيم إن حريستي سبنك قيامنا مؤمنين تخاصك وقد قاعده ويان أثنى علي عبدي أضون كوي أما نبي إلهي إلهي مالك يوم الدين مركاتر أدنى يوم الدين ويوم البعث والنشور مالك إلهي ملكك يكوي طلب إسكالها يوم مركاتر أدنى وحو إلهي إلهي مجدني عبدي أدونك يقوي وينيي إياك نعبد وإياك نستعين مركاتر أدنى إلهي باكل هذا بيني وبين عبدي تاسياني أدونك نقدر حيسا وهكاك أدقون أي عبد وأدونك يقوي نبي إنقو أنا قنا كالما هكي قرقاركا يقود سلام دون يا إيال سلام دون يا سلام أكو يالي سرت ما الله سهل كابي كجرتا دوفها كرادين وحوتيها كرادين هيا الله شغتكنا كرادين ودكين كينا وشغ في عنواكي وكهيد شغتكنا هيد بوها بالله شغيا هيد ودكي إسلامتي هم لا يهي لابد وديو الجامعة دي قلن جبيان وهيد بأمر كيبا مدحا قادت مدحا وريا هيدو كقادت يا مسكين يا مسكين عبد الله بن حذافة رضي الله عنه بركي بقر قرر مصوح لي وحال الله بني قلب الشيء إن بقر تويد الروم تعالى كان بطل السيء أو دين الإسلام كأكبه صحابي جليلة تلمين من تلاميذ محمد عليه الصلاة والسلام قصيص كيف أقول عيدا كنك وطا والنبي محمد أرضي ليسي أرضي كمدا حنا قدلين نصرانية دو بندق وحلي وحو دين تاكو دورسا كرانا هلا سيو سن نصارى دا إسلام كأغو السعوطا وسدون عن سبيل الله يقول نقضو لكن وحينا كور قبل نبي محمد صحابة ليسو إيمان كوغو عرب كمد دوليا الله إيمان كوغو قلبي كو دوليا الله القو دوليا الله قلبي وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إيمانك صحابة ما هم من عرب كدولي الله من مأدية لدافسة كرماها ومن قلبك إيمانك فريستي وين الله كنت على المقصن وقوية لبقرك ما قلت أين النصرانية دا سوى قلي بقرت يدي دينا كالبركة بانكو السينة مركز وقصلي وعن بقرت يدي هذا ورما يسترون وحبال لقريبين إيا بقرت يدي عربي أي هاي ستو هذه هلك الله يدغو أول اللي يقول هذا الدين الإسلام كعبه ودي بقول نقو والله إن أنا يلين بوكي والله ما فعلت بودي طرفة عين دين الإسلام كعبه وسك قول نقو وحاسو ملكي أنا قادو ما يلين بودي بقر كيف أقول ده وان كدي لينا ده وان نيحدنا هيجي ده دي لسان وان نيحدنا ده الحسنيين بيسوي يعني يكو
إما النصر وإما الشهادة، إما إن يقول هلان أو تمكين أي هلان أو إلهي قرقار قيس الله بلان قاد إنه كو أركان، إما إن الشهادة هلان يفردو سيتقان لو شهد بيض وحبو ماركان وحال الله السماية مركا بغر كي أمر روحه كب حيي دريوا وين وصليد أو كركرايا أيه هرتو دي لك يعني لبن إنه مسلمين تيم تو الله سوق قادو سكون أركايو أي على الدين الإسلام كأن نقضى كما نقول النبي دعين مرجع سال الله قبته الله بدين بس الله لغو توري قف بين آدم والنال أقدر يسليه ذكر كريه لغو تورا كورم سبحان الله سقي بمرجع الله دول كأنه في حدن كم نقول دين الإسلام كون نصرانية دقادو مرجع سرما قادن أيو للما كد هذا تي مرجع سابق وركي لغو يدي هذا عبسود أيو فانو ملاين إنه قالوا بيا هذا marka asal loo bandhiga nasraaniyad iyo rahay gaalo marka asuri ma gaalo baayo damaxaan loo idaa lagu markii dabka lagu dulkeeyay dhariga karkaray hal nafba igu jirta way iga baxaysa mar kaliya waxaan tamaniyay jirkayga inta tin ku taala in la tirin laha oo inta soo ruuxa la igu abuuri laha oo mid walba inta mar halka la dulkeeyno ilaahay darti iga bixi lahay taas aan tamaniyo inaan haysano ka ooyaya buukay تفكلي معها كما يلنا فإن ليقو أبوري لها ومد والبالك أنت الله دول كان إلهي درتي قبل حلاحي تاسا تمنين يا منها يستبو كي بقر كي بعد كان دل جيس وحنو تري ماي هسك سيد دين واي هسيد دين ما كلا تايبو كي ماذا حين هذا قد ممكن وانا كسيد دين مرقا سوري مقال برمان حقا بم كلا سيكي بس لشو رست شرد بو كحرة وحرة هدي مسلمين تا إلحرن هذه سيدين سيدها وان كاردون كان هذه كلا كاردون كان ما يبكو يدي مركز روحنا يقدون كو مركز المقال بان ماذا حكردون كذا أنا أصحاب النبي محمد كمذا رجع هو سيدين يسوما هنا وكاردون كان اللي برير بالجهاد بقص علينا كلا بيحنا هنا هذه أصحاب الرسول رسول قالن عمر بن الخطاب بسود ويجي inu gal madaxa ka soo dhunkada ayaa u sheegay ba layiro ragii la socday ba Umar ku yiri Abdullah ibn Hudhafa ha dhunkano ha salaamino ha soo dhaweyn waayo gal bu madaxa ka soo dhunkaday inakana hebel dibadu u baxay hebel he dibadu u baxay hebel he hebel hayad bu la shaqayaayo isku gu toostay قالنا لك لش قيسو أي أمان دا مسلمين تهرم مرو أركان قال هذا بلكو جينا تجنو أي أمان دا مسلمين تهرم مرو أركان إياكنا رجل الصود داية دون كشدة لغو الصود داية بعمر كله قال بمدى حكى صور دون كده السلام عمر بايدي بلوك هذه هو رئيسي سيدي كل عادي إن أدنى قال مدى حكى دون كده وعريك أكو صود داية بيدي si marka uqdadii yareeda qalbiga u gashay Umar uga biyay buu yiri haqqun ala kulli muslimin an yuqabbala ra's abdullah ibn hudafata wa ana abda'u bidhalika buu yiri qof kasta oo muslima waxa haqqu abuuri Umar in maaragtana abdullah ibn hudafa oo madaxa ka dhunkado anigaana ka bilaabayo buu yiri anigaana ka bilaabayo ilaahay bay ku xidnaayeen islaam nimade ku xidnaayeen adoomin adooma waxay noqdeen ilaahay uu iska leeyahay sidii ilaahay doonayay markay yeeleen sida iyakuna ay doonayeen ba ilaahay adduunka u yeelay sidii doonayeen marka nolosha adduunyada macaankeega raaxadeeda jannadeeda wa ilaahay macrifadiisa alladina aamanu wa tatma'innu quluubuhum bi dhikrillaah ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلى هيري الذين آمنوا كو إلى هي الرمي إي قلوب تطاعد إلى هي ذكر إلى هي أي كو حصل أي صور إلى هي بعيد ألا انتبهوا إلى هي بأنه نصلحين يا إلى هي بأنه يريا إلى هي بأنه خير ميريا ولا ينبئك مثل خبير فاسأل به خبيرا ومن أصدق من الله قيلا إلى هي بكو الرمايا كله وقلب يجي الناس وحكى لك وحصل مايو أنا كما عرفت ذو قلبي أنه كحصل أيام
qalbigu salaadu ku raaxaystaa, qalbigu quraanku ku raaxaystaa, qalbigu dikriga ilaahay buu ku raaxaystaa, qalbigu taacada ilaahay buu ku raaxaystaa. Nacam, nina aimada muslimiinta kamida ayaa oran jiray, khamsun min dawaa'i alqalbi, shan ayaa qalbiga bini'aadamka daweysa: tilaawata alqur'aani bitadabbur, quraanka oo lagu akhriyo tadabbur iyo tafakkur, iyo qiyaama alleyl iyo saacadaha dadku ay jiifaan oo la kaco ilaahay tabaaraka wa tacaala la hor joogsado, wa tadaru cinda asaxar, iyo waqti asaxar xilliga suxuurta ay tahay oo ilaahay jalla wacala lala munaajoodo, wa khalaau lbadni, iyo calooshaada mar walba madhnaata. Waa kasratu siyaam bay culimmadu leeyihiin, in qofku soonkiisu bato. Wa mujaalasatu saalixiin, dadka war wanaagsanu lala fadhiisto. Shantaasay culimmadu yihahdeen qalbiga daweysaa: tilaawata alqur'aani bitadabbur. Anaga qur'aanku maasha allah waan iska akhriyanaa, tadabburkii baa naga maqan. Asxaabta rasuulka radia allahu canhum laga yaabaa hal aayadoo qur'aan ah sida habeenka ugu celcelinayaan buugaagu u baryaayay: wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun. Sufyaan athawri raximahullah aayadda qur'aanku habeenkii markuu salaati leylkii xidhay markuu gaadhay: wabadaa lahum min allahi maa lam yakunuu yaxtasibuun, waxaysan ilaahay ka malaynayn ayay kala kulmeen banka qiyaame. Hadduu lahaa khayr baan wataa, may khayrkiisii maaha, arrintu way ka weyn tahay, salaad baan wataa. Salaada waa lagu badbaadayaa laa shaka, laakiin muminku halkaa markuu banka qiyaame ilaahay hor joogsado, salaad iyo soonkiisii eegi maaye, ilaahay raxmadiisa buu maanta eegaya qofka muminku. Ilaahu raxmadaadi un buu leeyahay. aayaddan qur'aanku waagu ugu baryay Abi Bakr Siddiq radiyallahu anhu, markuu nebigeennu xanuunsado xanuunkii la dhacay ayaa nebiga lagu yidhi: salaadii baa taagan nebi allow. Markaasuu nebigu yidhi: Abubakar, u sheega ummadda salaadaha ka bixiye. Caaisha radiyallahu canha oo ag taagnayd nebiga ayaa ku tidhi: inna abaabakri rajulun raqiiqun, abubakar waa nin qalbi jilicsan weeyaan, idaa qara'a alqur'aana ghalabahu albukaa, hadduu qur'aanka akhriyana oohintiisa ayaa qur'aanka ka qaalib noqota. Wahada cumar alfaruuq radiyallahu canhu salaata leylkii habeenkii markuu masjidkii nebiga soo galay wuxuu arkay inan yar oo suuradda Tuur ku tukanaya qiyaama leylkii qur'aankiisii buu dhegaystay. Markuu gaadhay yarkii yaraa: inna cadaaba rabbika la waaqic, cadaabka rabbigaa waa kii dhici doona weeyaan. Aayadda cumar markii uu gaadhayna dhulku ku dhacay. Cumar bin Khadaab intoo la qaaday ayaa gurigiisii la geeyey, bil ku dhan buu xanuunsanaa, xanuunkiisa meeshuu kaga yimidna lama ogeyn. Miqdaad radiyallahu canhu saxaabigii la oran jiray Miqdaad ibn al-Aswad, habeenkii markuu xaaskiisa ag seexdo bay tidhi: sidaasuu u galgalan jiray, sidaasuu habeenkii u galgalan jiray, sidaas. Markaasay ku tiri: war maxaa la galgalan, maad bogtaa, maad seexatidaa? Markaasuu oran jiray: cabsida, xasuusta aan xasuusanayo naarta jahannama ayaa hurdadii iyo raaxada iga qaaday, buu oran jiray. Yakhafuun, qur'aankay akhrinayeen iyaku, laakiin tadabbur bay ku akhrinayeen, tafakkur bay ku akhrinayeen. Laga yaaba hal aayad oo qur'aana habeenkaa dhan inuu ku soo jeeda nebigeennu calayhi salaatu wasalaam. Waa kii Abi Bilaal baa u yimiday salaadii markay gaadhay: yaa rasuulullah, salaadii baa lagaa sugayaa, waa nebigoo lilmada ka daadatay maalintaas, garhkiisii intay dhaaftay, laabtiisii qoysay, halkii wejiga udhunka ku hayayna way qoysay. Markaasuu nebigu ku yidhi: yaa Bilaal, xalaytoola aayadahan qur'aanka igu soo degay, weynun liman qara'aha walam yatafakkar inna fii khalqi samaawaati wal ardi la aayaatin liulil albaab alladiina yatafakkaruuna fii khalqi samaawaat ila aakhiri suurati aali cimraan. aayadahaasa xalay igu soo degay buu nebigu yidhi: ninka aayadaha akhriya eenan tadaburin ee tafakurina, kaasi uu khasaaray buu rasuulku yidhi. Tadabur saddex camal markaad hayso haddaad qalbigaaga khushuucaad ka weyday bay culimmadu yidhaahdeen, qalbigaagaasi uu dhisan yahay horooda soo daweeye. Qur'aanka markaad akhriyayso iyo salaada markaad ku jirto iyo markaad ducaysanaysid, qur'aanka markaad akhriyaysid iyo salaada markaad ku jirtid iyo markaad ducaysanaysid, saddexdaa marxalo markaad ku jirtid, haddii ilmadu ay kaa daadan weydo qalbigaaguna uu khushuuci waayo, waxay culimmadu leeyihin qalbigaas uu bukaaye, qalbigaas uu bukaaye, qalbi xanuunsan ilaahay la hortagin. qiyaama alleyl waa simaau saalixiin, in habeenkii la kaco. Allah ina siiya kulligeen. Kii ka hadlaba dees, kii sifaadka ugu wanaagsan nigala hadlaha, u malin inuu isagu sidan yahay, may
hadalkaan waxaan uga hadlayaa in aniga noloshayda imaadiin baan doonayaa, iimaanka waxaan uga hadlaa iimaanku inuu ziyaadaan doonayaa, salaada waxaan uga hadlayaa salaad xaqiiqa ilaahay inuu siiyaan doonayaa, sifaadka ugu wanaagsan waxaan uga hadlayaa sifaadka ilaahay inuu siiyaan doonayaa. Wallaahi umaan fadhiisatad inaan wacdiyo anigu, waxaan halkaa u fadhiisan nafteyda inaan wacdiyo. قيام الليل حسن البصري رحمه الله لن أسمر أبوها ولكن وجهه سنور كبحايو مرقى أسأل لقول يا شيخ يا أبا سعيد بقى لقول يا أبا سعيد يا أبا سعيد واسده بقى لقول دتك واتك النور وينتهي وعلى ساعدها ساعدها أي هردان أي أن الله لم نجود أبو لانك أدوان سا وجهه أقول النور ها ساعدها دتك أي هردان كعو ولو لبرك على النقطة لبرك عدتكو ولو ركعت وتردنا كنت ضرب وتردنا دبوا دقو مرقاسا شرفاء الناس دتك مال قبينا ذا هي دتك مذاح ذا هي دتك تجارت أي دلين هي وجهاء الناس با إمجر مجلس كيسا وعلى يقول يا حسن يا أيها الإمام دتك أكتا لما حيك صدونا بالقول مذاح ذا ونبا كوي من يسي وحيري وحي هايستاما ككاف طومي وحان هايستان وأبه دين بولي وحي هايستان بان معنى أدوية هذا ما قيمة يا نجو، لعكت هذا ما قيمة يو، قبيلة هذا ما قيمة يو، سياسة هذا ما قيمة يو، أنا ولا حيبان قابلي، علمي جاي أنا جزتي، آخرة أنا جزتي، دين أنا جزتي، جنة أنا ديار جروب يا، نار بان كعب سنة يا، إلى هاي حقي سنو دقة قي، مرجع واحد هيستن مرجع فرح أوكا قاضي، وحن هيستن يكاو بهدي. والتضرع عند السحر. مومي كوحا لقربا حبين كي ساعدها وقت الصحر كا هنا دي لاحي لا مناجوت مناجات فما حي مناجات يا الله يا الله الباب كستوحر ماي الباب كغفر إلا هنا حريست هذا نبهنا وساعدها إلهي جل وعلا ونبي قشيك السماء بيدو إيمادا نزولا كما يليق بجلاله مرقاسو إلهي أرنا يا وحوي دي سنة يا حنسيه aya toobad gane toobad ahaan ka aqbale aya dambi dhaaf doonay dambigiisa han dhaafay hada saacadaha kacna ka waramo ilaahay barino soo baahi ma lihin saacadahaas munaajat haben ayu nabigeenu sallallahu alayhi wasallam markuu qiyaamkii uu bilaabay ayu nabigu laba aayadood oo kaliya سدو وعل علينا يي أيوة وجود الله رسول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عساني فإنك غفور رحيم لبدأ آيات آية نوع كجرة سورة المائدة أواخر كيجا آية نوع كجرة سورة إبراهيم لمن نبي أول العزمية هذا الكبنك قيامة أي كورني دونام إلهي هرتي تبارك وتعالى أي نبي محمد أدوك دوشي كلها نبي الله عيسى عليه السلام بنك قيامة مرك الله جوجيه سقيه هو يدي إلا كانوا ريبان إسرائيل ووحي سقى دبدي من دي أردن سقيه هو يدي قاركود إلهي أي كبنك تاني عابدين أي بنك قيامة الله كاني لأنواك إلهي ويديني دوني أراني دونا يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله نبي عيسى يا عيسى حتى يا نبي الله لأوران مايو يا رسول الله لأوران مايو يا روح الله لأوران مايو عيسى ابن مريم وريا عيسى هنين مريم بالأوران دونا ماذا كير ريبن إسرائيل أنيك يهو يدي الله سكذي إلهي نقدر تونا عبود ماذا كسويري قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم بنك قيام النبي عيسى اسكب بري يا أولياء مي إله حمان ذيك كهفن كما أردنا نقول
amarkii aad ii dhiibtay umaan anigu gaadhsii ee ahaa rabbigay iyo rabbigiinu waa allah ilaahayna wada caabudno laakiin yaa rabbi waxaan kuu sheegayaa intaan adduunyada joogayna marag baad iga ahayd oo adaa ila joogay oo i arkayo i maqlaayay oo waxaan ku lahaa maqlaayay oo waxa igu samaynayna u jeeday laakiin markii adduunyada adiga soo qaadayna adigaad maarataan arkaayo ee haddaad cadaabaysana waa addoommahaagii haddaad u naxariisanaysana amarka adiga iska leh ereygii nebi ciise banka qiyaama uu odhan doono ayuu nebigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam ku soliya rasuulkeenna ayuu nebigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam naxariisu ummaddiisa u naxariisanayo damqashu nebigu ummaddiisa u damqanayo ereyadaasuu nebigu habeen dhan ku soo celcelinaya habeen dhan uu lahaa yaa rabbi haddaad cadaabaysana waa addoommahaagii yacni quraysh maantoo dhan baan quraysh ku jawlaynayay midmid baan u ziyaaranayay majaalistoodaan ugu tagaayay fagaaraha ayaan kala hadlaayay waan kulmiyey waan u bandhigay risaaladaadiiye waxay igu yidhaahdeenna waad arkayso waad maqlayse haddaad cadaabaysana waa addoommahaagii haddaad u naxariisanaysana amarka adigaa iska leh ereyga nebi ciise banka qiyaama uu odhan doono ayuu nebi maxamed adduunka dusheeda ku lahaa rabbi innahunna adlalna kaiira min annaas waa ibraahim calayhi salaam ayaa isaguna yidhi yaa rabbi asnaamtani addoommahaagi in badan bay lumiyeene xaqii ka weeciyeene faman tabicanii fainahu minii kaanigay raaca ee caqiidadayda iyo diintayda iyo milladayda igu raacana ilaahu waa macayge aniga kaa ila yeel waman casaanii fainaka hafuuru raxiim ka ah i caasiye amarkayga diidana dhaafe naxariis badan baa tahay buu ka yidhi ibraahim calayhi salaam aayaddaasna nebigu ku celceliyey ilaa uu ilaahay jibriil soo diruu yidhaahdo yaa jibriil u teg muxamed calayhi salaatu wasalaam addoonkaygii muxamed u teg waxaad ku tidhaahdaa war rabbiga uu og yahaye maxaad la ooyeysaa markaasuu nebigu uhi yaa jibriil ummatii ummatii yaa jibriil ummaddaydi ummaddaydi bal u fiirso tadarucu waa kaas faadumo uma ooyaayo safiye uma ooyaayo awlaaddiisa uma ooyaayo caaisha dadka ugu jeclaa uma ooyaayo abuubakar oo asxaabta ugu jeclaana keligii uma ooyaaye rasuulku wuxuu ooyaa ummaddiisao dhan yaa jibriil ummatii ummatii war ummaddiisu waayo min maalintii nebigeena lasoo saaray calayhi salaatu wasalaam ilaa qiyaamaha qof alliyo qofka adduunka imanayo dhan waa ummaddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa ummaddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa ummata alijaaba waa ummata adacwa muslimkuna waa ummata alijaaba muslimku waa ummata alijaaba gaaladuna waa ummata adacwa ummaddii dacwadda la gaadhsiin lahaa waa gaaladaa maanta ay nagu ciyaaraysa sida kubadda inoogu ciyaaraysa inaguna aan u haysanno inay wax haystaan inay liibaaneen inay raaxaysanayaan inay u gaadhay baad u haysataa may yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya wahum can ilaakhirati hum gaafiluun dharhum yaakuluu wayatamatacuu wayulhihimu alamalu fasawfa yaclamuun qur-aanka ilaahay ku sheegay qur-aanka ma haystaan raaxo horumar ma haystaan raaxadii adigaa haysta amnigii adigaa haysta arsaaqadii xalaashalaad adigaa haysta ummadnimadii adigaa haysta diintii xishoodka iyo kala dambaynta ku baraysay adigaa haysta diinta xaqa ilaahay kuu sheegaysa xaqa waalidka kuu sheegaysa xaqa jaarka kuu sheegaysa xaqa islaantaada kuu sheegaysa xaqa ilmahaaga kuu sheegaysa xaqa saaxiibkaaga kuu sheegaysa diintii cadaaladda iyo kala dambaynta iyo iska warhaynta ku dhisnayd adigaa haysta adigii naxariista la rabay inaad noqotidna waad indha sarcaado waa lagu sixray waxaad leedahay iyakaa wa haysta saasuu leeyahay muslimkii maanta midba xashkay usii socday midba xashku tegayay war adiga xashka usii socday duco ducaan ku guntan iyo carafay ku xasuusa buu yihi waa qiso dhacday haye maxaa kuugu duceeya caruurtii laba jaamacadii way ka baxday shaqay heleen laba iskooladii ku dhacday oo viisa dibaddaan u xereeye ilaahay kuwaana inuu viisaha u dhib yareen dhoofaan igu soo duceen buu yihi carafo ka soo duceen qalbigeeni aan kuu jiraa ummaddii la doonaya ummadda inay u naxariisatay u damqato ayaa waa la indhahayni wastarhabuuhum wajaa'uu bisixrin
عظيم قال لنا صحيح وحنا قعما قصنا لين قص حري موبايل فيسبوك بقى لقى قص حري بلا يوين كان عالم كمان ذا لقى شيريي أمتي أردن أضيء إسلامي إنني المير عقول شيني قلبي جني قاتي هيا أمتي ما يحب لين قص حري بل ده قال وده قال يا أسكور هيك ورا أو وده تشري أو أسكور يسري قال له وسح هل قيل دون يين هذا يقول نحريس نقطه نبي جينا صلى الله عليه وسلم تضرع سوحوها يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي جبريل عليه السلام يا إلهي صدر كويري يا محمد وحو رب العزة كويري إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك إنا أنك سنرضيك في أمتك أمت هذا وكار لقلي دونا إن شاء الله وحكر لنقطة يا أمت هذا كي يلي دونا كقول لي بمينة با إلهي يقول كقول لي بمينة يعني وح أذيك آخرة كنب جلي أمت هذا كما يلي مينة با سيدا جعشا إن أمت هذا قبرنا أيها كقول قبرنا وياني ورالي جلين إلهي ونبي سرالي جلين أيو ولا سوف يعطيك ربك فترضى ورالي جلين ويا هل النبي موسى عليه السلام مركو إلهي لمنا جون يلا يري وما عجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى موسى عليه السلام إن ربي رالي جليو أوسو دقدقي لكن نبي محمد إلهي سيبا كله ولا سوف يعطيك ربك فترضى موسى عليه السلام وكيلها رب اشرح لي صدري ان رسالتك هي دين قلبي صلى الله عليه وسلم الهي بويديستي ولكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم الهي ويديسن اي الهي كيري الم نشرح لك صدرك ابراهيم عليه السلام ولا تخزني يوم يبعثون يا رب مالك قيامها ادد كلا سو ساريو ابهي قال لي مدي سايغو هوجين بولها نبي محمد الهي با كيري يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا وأمالين إلهي النبي عيسى هي مؤمنين إلهي ونهوجنين نبي إلهي من نبي محمد ورد قرآن هو عجيب لفظ يا حرف النداء بصيغة النداء كما صار الرب يا محمد هل قرآن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يا نوح قد يا نوح قد جادلتنا يا نوح إنه ليس من أهلك يا موسى إني استفيتك على الناس يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس يا زكريا إنا نبشرك يا يحيى خذ الكتاب بقوة لكن قرآنك يا محمد كما تعالى يا أيها النبي يا أيها المزمل يا أيها المدثر يا أيها الرسول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ياسين والقرآن الحكيم قرآنك إلهي جل وعلا تشريف ونبي جيس الشرف أيو يا أيها النبي كان كي أندرت أيو يا أيها الرسول كي أنجو أندرت أيو يا أيها المدثر كان إزداد يزدودوب أيو يا سين والقرآن الحكيم وتشريف هذا ما قص قرآنك ونبي عليه الصلاة والسلام إلهي تبارك وتعالى كن يد يسق وبحيي وأقول يا ريو وأشرفين إلهي نبي محمد وشرف أيو ويان نبي جاس إلهي ومدي سين نقد جي نبي درين كيله نبي أمني ما كفكر يا نبي عالم كأدم قنايا من مالك إلا صوت ساري إلى سعادة قيامة أي إيمان يسق وح بشر إيمان ينبي يقولها يا جبريل أمتي أمتي يا جبريل أمتي أمتي أنا كنا ما أنت مسلمين دي ما أنت حالة ذلك ورم دولة دولة بلغوك على قيبيي قبل قبل بلغوك على قيبيي قبيل قبيل بلغوك على قيبيي رير رير بلغوك على قيبيي إنني أبتغي بمدح لسكو قليلي دنيا الدنيا تفرق أدوية دو مدى ويكا لقيسا أدوية دو مدى اسكو مكينتو ومدى إيمانك اسكو كينا ومدى دينك اسكو كينتا ومدى محبة إلهي اسكو كينتا ومدى نمدى دينك إسلامك اسكو كينتا ومدى نمدى ولا سوف يعطيك ربك فترضى تضرع نبي صلى الله عليه وسلم تضرع عند السحر ساعدها سنين يقول نجر يا رب يا رب ويا ليت أبي بكر محور نجر يسقنا
maxay hooyaday ii dhalaysay? Cumar bin Khadaab baa odhan jiray, way shimbirka duulay maa noqda, waayo la xisaabi maayo shimbirka qiyaama. Waa Abubakar iyo Cumar. Yaa laytanii lam talid Umu Cumar, lam talid Umu Cumar. Cumar hooyadii maxay u dhalaysay? Abubakar baa arki jiray awr daaqaya, awrka maan iska ahaadaa buu odhan jiray, la xisaabi maayo isaga. Tadarucoogu xilliga saxarka, waqti saxar, saasay ilaah ula munaajoonayeen. Gabar saalixada oo la odhan jiray rixlat alcaabida raxmatullaahi calayha, habeenkii ninkeeda markay u timaado, isku soo qurxiso, isku soo hagaajiso, ee cashada u diyaariso, ayay ku odhan jiray, ayay ku odhan jirtay, yaa sayidii maadii baahanta. Markaasuu odhan jiray, maycaawa anagu waan daalanaho, waa iska jiibsanayaaye, adiguna iska seexo. Markaas ay fasax ka qaadato, ay aragto weliba ninkeegii inuu gamcay, ayay dharkii quruxda badnaa intay iska dhigto, ayay dhar suufa intay xidhato, aqalka meel yaro dusha sare ay ku lahayd, intay u baxday bay odhan jirtay, ilaahi qad qaarat annujuum, yaa ilaahi ilaahaygiiyow, xidigihii waa kuwa way daadanayaan, boqoraduna albaabadoodii hoostay ka xidheen, habeenkiina uu soo madoobaaday. Qofba qofku la jeclaana sariirta dusheedu kula keliyoobe, yaa rabbi anigu adigaa ku jecelahay albaabka raxmadaada iga furbay odhan jirtay. Yaa rabbi anigu adan ku jeclahay. Laytaka tardaahu walanaamu qidaabu walaytaka taxlu walxayaatu mariiru yaa layta aladii baynii wa baynaka caamirun wa baynii wa bayna alcaalamiina kharaabu idaa saxa minka alwuddu falkullu hayinu wa kullu aladii fawqa turaabi turaabu. رابعة العدوية رحمة الله عليه هبينك يدنا ساعدها دمبيك عجرتي اي اورنجرتي ليتك ترضاه والانام غضاب يا ليت وقيق خسارة يو خسارة يا ربي ادوك ما درالي يقن نغتدا مخلوقك كلي هب اي عروضان يا ربي ادوك ما دي معانات ومناجات اقوم اي معاناته وصلاة اقوم اي معاناته وقران اقوم اي معاناته وطاعة اقوم اي معاناته وذكر اقوم اي معاناته nolosheynta gala habay igu qaraaraatee yaa rabbi adu haddaad raalli iga noqoto bay tidhi waxaan garanayaa wax waliba inay hagaagayaan waxa adduunka dulaalana waa turaab turaabna turaab buu ku noqdaaye gaadhiga quruxda badan ee dharkaas maxaa laga sameeyey turaab qasriga dhisan waxaa laga sameeyey turaab dharka quruxda badan le waa turaab gabadha quruxda badan le waa turaab ilmahaagu waa turaab lacagtaadu waa turaab cuntada macaan waa turaab وكل الذي فوق تراب تراب يا ليتني كنت ترابا وحلي وحا ادونك دليا لو دن وتراب تراب لو لو علين دونا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى الى حير ايها البشر بشر كان هل يا سعدو اديغا غندن جيركا غندن لفها غن يا دوبكا غن يا ديغا غن يا ملحدا غن يا اوسكا غن عيدا سانغا سمينا با الى حير عيدا نغ علين دونا mar daman ciida niga soo saari doonaa ba ilaahay yiri idaa saxa minka lwuddu bay tidhi yaa rabbi waxaan garanayaa bay tidhi haddaad adigu iga raalli noqoto ood i jeclaato wax igu adkaanaya nolosha adduunyada maba jiraan. Sirta nolosha waa taas, waman yattaqi llaha yajcal lahu min amrihi yusra, amrihi yusra. Qofka ilaahay ka baqa umuurtiisa oo dhan baa ilaahay leeyahay, waxaan ka dhigaynaa fuday. Nolosha kugu adkaan mayso. Qof kasta maanta warayso noloshaa fahmi lahay buu ku odhan. Faqiirkii u tag noloshaa fahmi lahay, taajirkii u tag noloshaa fahmi lahay, madaxii u tag noloshaa fahmi lahay, milyoneerkii u tag noloshaa fahmi lahay, kii miyiga joogay noloshuu fahmi laayahay, kii magaalo joogay noloshuu fahmi laayahay, kii afrika joogay noloshuu fahmi laayahay, kii qaarada u tallaabay qaaradaha gaalada noloshuu fahmi laayahay, kii dayaxa tagay noloshuu fahmi laayahay.